يقول: يوجد في قريتنا إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بغير الله من الأموات، ويعتقد ذلك من الأمور التي تقرب الناس إلى الله تعالى، فما حكم الإسلام في نظركم في هذا الرجل، وما حكم الصلاة خلف هذا؟ أقول إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغاثة بغير الله مشرك داع إلى الشر، ولا يصح أن يكون إماما للمسلمين، ولا يصلى خلفه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يدركه الموت. الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده، وتكون الاستغاثة بحي قادر على أن ينقذ من استغاث به من الشدة، كما في قول الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما أن يستغيث بالأموات فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وإنني من هذا المنبر أدعو هذا الرجل إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعلم أن الاستغاثة بالأموات لا تقرب إلى الله، بل هي تبعد من الله عز وجل. ومن استغاث بالأموات فهو داخل في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.